الثالث اللي هو تأليف كل المهرجان، تأليف الدكتور محمد إسماعيل البصر، له منا كل الحب والتقدير والتحية. ونحن يعني عندنا كثير بطاقات شكر بس ما فينا نقولها كلها يعني، لأنه للأمانة يعني هذا الحب اللي كان وهذا الدعم اللي قدمتوا لنا إياه صراحة نحن يمكن ما بنستاهله كله، بس أنتم كريمين ونحن نستاهل. الشكر الكبير طبعا مديرية الثقافة باللاذقية الأستاذ ماجد صاري، المسرح القومي، المسرح القومي في اللاذقية الأستاذ حسين عباس، و شايفك ها؟ والأساتذة اللي شرفونا طول المهرجان طبعا الأستاذ هاشم، الأستاذ هاني، الأستاذ محمد إسماعيل آغا، أهلا وسهلا فيه. على كل الأحوال نحن بدنا نشكر كثير هلا الشباب اللي اشتغلوا معنا كثير، للأمانة تعبوا كثير وهن بكل عرض وكل نشاط عم يتعبوا، رامي قواص وأحمد إسماعيل وماجد حسان، الشباب مشكورين جدا 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 لهالتعب اللي هلا هو كله شكر يعني بالنهاية. أنا بشكر الجميع وما نسيت حدا، بس مشان ما نطول عليكم أنا ذاكر كل شيء موجود. نحن فرقة الرسالة المسرحية عم نحاول نعمل يعني حركة يعني مسرحية، ممكن نخطئ في مكان ما سامحونا، قد نصيب في مكان ما، وبس للأمانة يعني ما حدا كان غير معنا 100%. شكرا كثير لكم. اليوم ختام العرض المهرجان بعرض الصيد في الماء العكير، طبعا كل المهرجان تأليف دكتور محمد إسماعيل البصار. بتمنى الموبايلات لو سمحتوا على الصامت، كمان كل عرض بنحكي له خصوصيته خصوصية معينة هلا بتشوفوا معنا العرض، وان شاء الله نقدم لكم عرض مسرحي يليق بهذا الجمهور الجميل. شكرا. يعني لازم تفهموا بالحكي. يا سيد فريد،
صرنا اربع ساعات منقحين بالشمس برا، هلا صرنا مسقفين. بعدين شفنا اللجنه وقفتها جوا، واللجنه لها ساعتين جوا كمان. اللجنه جوا عم تدرس طلباتكم، وعلى العموم نحن ما جابني حدا ينتظر، يلي ما عجبه يروح. يا استاذ خليني دخيل الوجه الحلو والعيون الزرقاء، شو رايك سجل اسامينا وهيك كل واحد بيعرف ايمت دوره. بالله شيخ تعال لي شغلي اخي، انا بتصرف مثل ما بدي واللي ما عجبه اوت. روق يا استاذ الله يهديك. روق شباب استاذ، معلش اجل الاسئله بس تفوت لجوا هون، انا يلي بسال سؤال واحد يا استاذ الله يخليك، توفر علينا النظره ويوفر عليك الزحمه. يعني نحن بدنا نعرف بس قديش الراتب والسكن والحوالات، يعني اذا الراتب جوني خلينا نمشي بلا هوا. ما شاء الله ما شاء الله حبيبي، انا بحدد الراتب يلي بيعجبني وبرفض الشخص يلي ما بيعجبني. يا استاذ يا استاذ انت بتعرف انه نحن هون كرمال العمله الصعبه. نو What the hell؟ انت تجاوزت حدودك. انت شو شعرك؟ انا فنون جميل، وعلى فكره استاذ انا الوحيد اللي مقدم على هي المسابقه بهذا الاختصاص. Beautiful. One minute. فنون جميله فنون جميله فنون اها فنون جميله فعلا انت الوحيد اللي مقدم على هذا الاختصاص. ايوه ها وهي شطبت الفنون الجميلة. ما عاد بدي فنون جميلة بالمسابقة، صار فيك تنصرف. ولك انت ما في براسك عين الحمى بعيونا مليونة بالحمى، ولك انا صرت شباب رايح جاي على طلبات الطوابع وتعب سنين دراسي بتروح بشطبة ألم. ما هيك بصير الشغل. اسمع يا مستر دولار. يا بترجع الفنون الجميلة عن مسابقة يا اما انا بدي انسحب. وانا كمان بدي انسحب. انا عاجب انا عاجب، بعدين انا بدي اسافر مو مثل امي. وشو بدك بهي قصه الفنون الجميله؟ تعال شباب ما عندنا غير حد واحد. شو ابو سعد؟ شو ابو سعد؟ ستريس ترو برينس. يا شباب اذا سمحت هو الوحيد طريق لنا. انا جوعان
أنا اللي جوعان، أنا اللي جوعان راح أموت من الجوع. ولك راح أموت من الجوع أنا شفت دمي ستة ستة سبت على مساعدين ترك المصاري تلسع ثلاثة مجاري لهلا طول ثلاثة وأنا برأيي ما تتلسع ولا بعد 20 ساعة شو؟ راح نضل 20 ساعة بالأكل؟ والله خبرتك لا تتزهرم أول يوم طلعت من البيت الساعة 6 الصبح ما كان بدي حدا يشوفني ولو انطرت نص ساعة بس كانت امي فائقة مثل العادة لو بتطلع بعيوني لحظة وحدة ما كنت هلا هون علق صاحبك بيغرف العينين الساعة 10 الصبح مع انه كان قاعد فارق تمشي باقي للساعة 7 المساء والله كان لازم تنتفس تتعود على النوم بغرفي هون مثل ما كنا مدفوشين على الرصيف ليش؟ لك ليش؟ لك ليش ما بترجع لعند امك وتريحنا؟ طيب ليش ما تطلع علينا صاحبك؟ علني لك اذا طلبنا شوية اكل لك رح نموت من الجوع لك لسه صاحبك لك حمود ربك دبرنا هذا المحل اللي نفس فيه نشكر الله يا شباب انه لقينا هالكم علبة سردين وقال لك انه بدنا من الجوع الفقر عنا أحسن من الغنى عن الفقر
قال ابي الفقر زل يا مرا. قالت له والغنى زل بالغربه يا رجال. الظاهر انه امك مثقفه لدرجه التعقيد والتعبير. بس انت تركتها كرمال كرمال ابوك المسكين. وانا تركتها لي كرمال امراه. بس بكره بس طلعت للدولارات رح يفتخروا فينا من زغل بالدولار. دولارات دولارات بزنس. هذا الحكي اللي بينسمع على سيره الدولارات خبرني صاحبي انه هو بيعرف هاي البلاد كثير منيح ودبر لنا شغل سهل ومريح. مو احسن من شغل العتالي بالمرفأ. روح يا عتالي روح ليك. تعال يا شغل المريح. ايما تبوس ايدك ايما. عرفت لك ايما 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 72 ساعه 72 ساعة خليني اياها 72 ساعة 72 ساعة 72 ساعة ونوصل لبلد الأحلام بدون أجور مواصلات. شو بدك أحسن من هيك؟ بعدين ما رح يكون هيك أسوأ من اللي صار. ها؟ رحلة بلا وداع بلا جواز سفر بلا شنطة. ما نخرجوها مع نهائيا. اي والله ما روح يا زلمه شو ما انا بحب شو عم بكلام.
يا أخي ما في إحساس، روح لإحساس من هون. شو إحساسك إذا انكبشنا؟ يعني شو بدي يصير إذا انكبشنا؟ إذا كان في سجن بهالباب ما أرحل من هالقبيل؟ سجن؟ ولا سجن يا عادي من تبن سجن؟ ولا بدي يسدونا زي ما نطرش مثل الكلب؟ هاي باخرة 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 بضايع ولا سلمة الركاب. أي واحد بيجي مش على بطن هاي باخرة بيزتزت الكلاب. بعدين كيف بدك تدافع عن حالك؟ كيف؟ لا جوا السفر معنا، لا شلة معك، لا صرنا أي في راسك معك، معي هون ولك ما رايحة علبة سرك. آخ بس ما في بنشتري علبة سرك. يا الله يا الله هالدعم اللي جنبي ما أشحشه يا الله. أنا مخبره رح يسطور لسما تقرش وهو بيقول لي عم تسرفين. أنا بخبره رح يسطور يا الله لا تخليني انطح واحد من المدينة.
شو لك هذا المرافع بالمرفا؟ هذا المرافع بلد العملة والسيولة والنسوان. خبرني صاحبي انه هو بيعلم نسوان هالبلاد كتير منيح، بيموتوا على الشاب العربي الاصيل وراح يتهاتفوا علينا بهاتفه. أنا بكره النهار، أنا بكرهك يا بحر، بكره ألوانك، بكره أمواجك، بكره كل شي فيك، وبلك حتى السمك اللي كنت اتحسر عليه بكرهه. بدي امشي على الأرض، بس امشي على الأرض، بحس بالثقة. المهم هلا وصلنا، بس الأهم إنه كيف بدنا نطلع من هون بلا ما حدا يشوفنا. صار لي زمان عم تفكر بالموضوع؟ شكرا. يا سيدي بس وقفت الباخرة على طرف الرصيف بتضيع الطاسة، ما عاد تعرف ايد مين ابدان مين. وصاحبي يلي ساعدنا بالبداية اكيد رح يساعدنا بالنهاية. Would you dance if I had
إذا ما بتغادروا هلا رح تطلب لكم الشرطة.
الشرطة وعم بتقول كمان عنكم إنه أنتوا إرهابيين وعم بتقول كمان يا شباب أطلق صباح اليوم سراح الشرطي الذي أطلق النار على شاب عربي عندما رفض الوقوف على حاجز التفتيش في مدخل المدينة، وألقي القبض صباحا على جماعة من النازيين في المدينة بتورطهم في إحراق منازل العرب، ثم أطلق سراحهم مساء لعدم توفر الأدلة الكافية. الوطن يبني شبيه الأم، نبادت تنضع تخطم.
إن رادت توهب تحرم بأي حالة اسمها الأم بوطن يسكن خلايا الدم غريزة تسري عبر الدم لما نموت يفتخر في